السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله في أوقاتكم كلها بيت الله بالصف الثالث الثانوي الأدبي. اليوم إن شاء الله في وحدة جديدة في درس أول من هذه الوحدة. طبعا سوف نتكلم في هذا الدرس عن الخصائص الديموغرافية لسكان سوريا. طبعا عنوان وحدتنا هي الوحدة الرابعة، الحياة البشرية والاقتصادية في سوريا. إذن سوف نتكلم عن السكان في سوريا وأنشطتهم الاقتصادية. وين في سوريا؟ طبعا الدرس الأول هو بعنوان الخصائص الديموغرافية لسكان سوريا. إذن نحن هنا في هذا الدرس دروس الوحدة 6 دروس: التوزع الجغرافي للسكان والمراكز العمرانية في سوريا، الزراعة في سوريا، الصناعة قارب النجاة للاقتصاد السوري، السياحة صناعة المستقبل في سوريا، النقل عماد الاقتصاد في سوريا، والتجارة مرآته. إذن نحن في الدرس الأول. طلابي، ماذا سنتعلم من درس اليوم؟ أولاً أن أستنتج اتجاهات النمو السكاني في سوريا. تمام طلابي؟ إذن هذا أول أمر. ثانياً أن أبين خصائص السكان في سوريا. إذن أمران سوف نتعلمهما في هذا الدرس. إذن اتجاهات النمو السكاني في سوريا وأبين خصائص السكان فيها. كلمات المفتاحية: فتوة ديموغرافية، طارد، هبة ديموغرافية. إذن عندي الكلمات المفتاحية: فتوة ديموغرافية، طارد، وهبة ديموغرافية. طلابي، هدف الأول أن أستنتج اتجاهات النمو السكاني في سوريا. كيف كان النمو السكاني في سوريا؟ ما هي اتجاهه؟ هل هو في تزايد؟ في تناقص إلى آخره. طلابي، تضاعف عدد السكان في سوريا منذ الاستقلال. في أي عام حدث الاستقلال طلابي؟ 46. أحسنت يا محمد. نعم، تضاعف عدد سكان سوريا منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عدة مرات. ما السبب؟ ما هو أسباب زيادة عدد السكان في سوريا؟ السبب الأول هو ارتفاع معدل الولادات، أي المواليد في كل عام كم يبلغ عددهم، انخفاض معدل الوفيات. إذن هذا السبب الثاني. فزيادة طبيعية أحصل عليها من خلال الفرق بين معدل الولادات ومعدل الوفيات، فأحصل على الزيادة الطبيعية. طبعا هذا الأمر أدى إلى تأثير كبير في الموارد الطبيعية، ويمكن القول في هذه المرحلة الآن أن سوريا بدأت في مرحلة جديدة، هي مرحلة تحول ديموغرافي. ما المقصود بهذه المرحلة؟ أي انخفاض في معدل النمو السكاني. نلاحظ طلابي، مثلا يبلغ معدل النمو السكاني في سوريا 14 بالألف، أو حاليا يمكن على الأغلب 17 بالألف. بعد مثلا 15 أو 20 سنة يمكن أن يصبح 10 بالألف. لاحظ في معدل النمو السكاني أنه بدأ يتناقص. في بعض الدول الأوروبية عند معدل النمو السكاني عكسي، نلاحظ عدد سكان بعض الدول الأوروبية في تناقص مو في زيادة. السبب في ذلك أنه ما في عندي زيادة في عدد المواليد مقارنة بمعدل الوفيات. فإذا سوريا دخلت مرحلة، هي مرحلة التحول الديموغرافي الذي تجلى في انخفاض معدل النمو السكاني. هذه أسباب زيادة عدد سكان سوريا منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي. طلابي، في بدايات القرن العشرين منذ عام 1900 وما بعد، كان معدل النمو السكاني في سوريا منخفضا 10 بالألف. في عندي عدة أسباب. السبب الأول هي الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت سائدة آنذاك، وهذه الظروف نحن أخذناها في التاريخ عام 1915-1920. في هذه المرحلة هي مرحلة الحرب العالمية الثانية وذهاب الحكم العثماني وبداية الحكم أو الاحتلال الفرنسي. فإذا كانت الظروف سيئة جدا في هذه المرحلة، كان معدل الوفيات مرتفع وبنفس الوقت معدل الولادات مرتفع. طبعا معدل الوفيات مرتفع نتيجة تدني المستوى
المعيشة والمستوى الصحي في سوريا. ومنلاحظ هنا بدأت هجرة إلى الأمريكيتين وإلى أستراليا، فازداد وتيرة الهجرة في هذه المرحلة، فكان الركود الديموغرافي يعني لا زيادة ولا نقصان في سوريا في تلك الفترة، في فترة العشرينيات من القرن الماضي. طلاب سوريا تأتي في المركز الثامن بعدد السكان بين أقطار الوطن العربي، يبلغ نسبة سكان سوريا من سكان الوطن العربي 5.2%، هامة جدا هذه النسبة. تمام طلابي، واضحة؟ نعم استاذ. روعة، اقرأ يا روعة. نعم استاذ. تضاعف عدد السكان في سوريا منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عدة مرات، بسبب أولا نتيجة الارتفاع معدل الولايات الولادات، ثانيا انخفاض معدل الوفيات، واليوم يمكن القول أن سوريا بدأت تدخل مرحلة تحول ديموغرافي يتجلى في انخفاض معدل النمو السكاني. سكان سوريا ونموهم، الزيادة السكانية ومعدل النمو، تأتي سوريا في المركز الثامن بعد السكان بين أقطار الوطن العربي. في عام 2010 وقد شكلت نسبتهم 5.2%. معدل النمو السكاني بلغ في بداية القرن العشرين 10%. قلت النمو السكاني في سوريا في بداية القرن العشرين الركود الديموغرافي بسبب أولا الظروف السياسية والاقتصادية التي أدت في أواخر الحكم العثماني وإبان الاستعمار الفرنسي، اثنان ارتفاع كل معدل الوفيات والولادات نتيجة تدني المستوى المعيشي والصحي والهجرة الخارجية. أحسن. طبعا بعد الاستقلال إن بدأ النمو السكاني في سوريا يأخذ بالارتفاع تدريجيا. ما السبب؟ في عندي أولا نمو اقتصادي بدأ تشهده سوريا خلال زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي. ثانيا تحسن المستوى المعيشي والصحي في سوريا، فبدأ النمو السكاني يزداد حتى أنه وصل إلى 34%. يعني لاحظوا طلابي، في بدايات القرن العشرين كان 10%، ولكن في بدايات القرن الخمسين، بداية الخمسينيات والأربعينيات من القرن الماضي بدأت طبعا، والثمانينات ازدادت هنا وتيرة النمو السكاني بلغت 34%، وبزيادة سكانية قاربت 300,000 نسمة سنويا. إذا نتيجة انخفاض معدل الوفيات وبقاء معدل الولادات مرتفعا. إذا هذه في بداية الأربعينيات والخمسينيات وفترة الثمانينيات من القرن الماضي. ندى، بعد الاستقلال في الأربعينيات والخمسينيات إن النمو السكاني أخذ يرتفع تدريجيا من القرن العشرين، ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي، التزايد الحاصل في الإنتاج الزراعي والصناعي، التحسن في المستوى المعيشي والصحي في عهد الحكم الوطني، ارتفاع النمو السكاني إلى 34% بالألف في بداية الثمانينيات من القرن الماضي وبزيادة سكانية 300,000 نسمة، الانخفاض في معدل الوفيات، بقاء معدل الولادات المرتفع خاصة الفئات العمرية بين 0 و14، وقد ترافق ذلك مع تزايد متطلبات هذه الفئات من غذاء ومسكن وتعليم وصحة وغيرها. شكرا جزيلا ندى. إذن طلابي، هذه هي فترة الأربعينيات والخمسينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي. طبعا ماذا ينتج عن الآثار السلبية لزيادة الطلب طبعا على الغذاء والكساء وزيادة الطلب على الصحة والتعليم؟ كذلك شكل ضغطا كبيرا على الموارد الموجودة، وطبعا فاستهلكت هذه الفئات ما جمعته الفئات المنتجة، وهي فئة ما بين 0 ل 14. في بداية طلابي، مع بداية العقد من القرن الحالي، القرن 21، بدأ معدل النمو السكاني في سوريا بالتراجع، أي بدأ بتناقص، فانخفض معدل إلى 22.5 تقريبا بالألف عام 2010، بعد أن كان في الثمانينيات إلى 34 بالألف، حاليا 22.7 بالألف. السبب في ذلك هي زيادة متطلبات المعيشة لدى السكان، صعوبة ظروف الحياة، وأصبحت غالبية السكان هم سكان مدن.
فبقي معدل الوفيات منخفضا وانخفض كذلك معدل الولادات. ولكن عند الزيادة السكانية في سوريا بلغت 450 ألف نسمة عام 2010 في هذا العام. فأي أن سكان سوريا سوف يتزايدون معدل شخص واحد كل دقيقة تقريبا، تمام؟ كل دقيقة يأتيني مولود، وبالتالي ينتج عنه زيادة في عدد السكان. ولكن من المتوقع أن ينخفض معدل النمو السكاني في سوريا ليصبح 14 بالألف عام 2025، فهذا الأمر متوقع في هذا العام. إذن مع بداية القرن العشرين، القرن الحادي والعشرين عفوا، انخفض معدل النمو السكاني. من يقرأ؟ محمد. الآثار السلبية للزيادة السكانية: تزايد غير محمود بالاستهلاك وضغطا كبيرا على المواد أو على الموارد، انتشار العشوائيات وانخفاض مستوى المعيشة، انخفاض معدل النمو السكاني مع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نقود بسبب الضغوط الاقتصادية وزيادة متطلبات المعيشة للسكان، خاصة أن الغالبية أصبحت من سكان المدن، وبقي معدل الوفيات منخفضا بنسبة 4.1 بالألف، وانخفض معدل الولادات إلى 26.8 بالألف. شكرا جزيلا محمد. إذا طلابي، قلنا زيادة سكانية السنوية في سوريا قرابة 450 ألف عام 2010، قلنا أنه يتزايد معدل شخص واحد كل دقيقة سكان سوريا، متوقع أن يستمر معدل نمو السكان بالتراجع ليصل 14 بالألف عام 2025. وهذا يعني طلابي هام جدا، قوة عمل أكبر للفئات القادرة على الإنتاج، وبالتالي فرصة لزيادة الناتج المحلي لرفع مستوى المعيشة، وهذا ما يدعى بالهبة الديموغرافية. إذا المقصود بالهبة الديموغرافية أي تناقص فئة أو عدد الفئة الأولى وهي فئة الفتيان، قلنا من 0 ل 14، وقلنا هذه الفئة المستهلكة، وبالتالي يتناقص معه استهلاك هذه الفئة، وبالتالي يصبح لدينا فرصة بالنسبة للفئات المنتجة بزيادة الدخل على مستوى البلد. فهذا هو المقصود بالهبة الديموغرافية.